لأول مرة في ذا سكاوت هنخرج عن إطار المحترفين المصريين، وأحيي الجزائر اللي بتثبت دايما إن هي الدولة العربية اللي بتقدم أفضل محترفين على مدار التاريخ. فاللاعب الوحيد الحاصل على لقب أفضل لاعب في العالم من أصول عربية هو طبعا زين الدين زيدان اللي من أصول جزائرية، واللاعب الوحيد اللي فاز بالشامبيونز ليج هو طبعا رابح ماجر مع فريق بورتو، وأخيرا رياض محرز. رياض محرز بيفوز بلقب أو بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي. كمان رياض محرز مش بس اللاعب العربي الوحيد، ده اللاعب الافريقي الوحيد. يكفي ان نقول ان اسماء زي جورج ويا طبعا لاعب ليبيريا الشهير، يحيى توري لاعب كوت ديفوار، صامويل ايتو، اوكوشا النيجيري، ونوانكو كانوا كلهم اسماء لعبت في الدوري الانجليزي وفشلوا في الحصول على الجائزه دي، لكن رياض محرز قدر انه يفوز بالجائزه دي. مش بس كده، ده كمان توج مجهوده بانه يساعد فريق نادي ليستر سيتي على تحقيق المعجزه والفوز بلقب الدوري الانجليزي. فطبعا بحيي مره ثانيه كل شعب الجزائر، وبحيي كل المحترفين الجزائريين وتحديدا طبعا رياض محرز. وقبل ما اسيب بقى الدوري الانجليزي او الكلام عن رياض محرز وليستر سيتي، مش عايز انسى امسي على ادير مارتنز لاعب انتر ميلانو اللي صرح في بدايه الموسم انه رفض الانتقال لليستر سيتي عشان يحقق بطوله مع انتر ميلانو. طبعا فشل انه يحقق اي بطوله، انتر ميلانو ما حققش اي بطوله هذا الموسم، وليستر سيتي حقق المعجزه. زي ما تابعتوا معانا في الحلقه قبل اللي فاتت، اتكلمنا عن سام مرسي لاعب نادي ويجن اتلتيك الانجليزي واللي من اصول مصريه. كمان في الحلقه دي عملنا مداخله مع محمود فايز المدير الفني او المساعد المدير الفني لمنتخب مصر هيكتور كوبر. لكن لان دايما دورنا ما بيوقفش لحد كده، قدرنا الحمد لله ان احنا نكون حلقه الوصل ما بين اللاعب من جهه وما بين الجهاز الفني من جهه اخرى، وقدرنا ان احنا ننسق زياره لمحمود فايز وهيكتور كوبر لمدينه ويجن بعد التنسيق مع اللاعب علشان يتفرجوا عليه من خلال الملعب او بشكل مباشر من داخل الاستاد. وبالفعل تم او قدرنا ان احنا نعمل هذه الزياره، وتم اللقاء ما بين هيكتور كوبر ومحمود فايز وما بين سام مرسي. سام مرسي بنسبه كبيره جدا هيكون موجود في منتخب مصر في الفترة القادمة. يمكن بعض المواقع ابتدت تكتب انه في هيكتور كوبر حط عدد من الشروط علشان يضم سام مرسي في المعسكر القادم اللي هيكون في نهاية مايو، ومواقع اخرى قالت انه هيكون موجود في مباراة تنزانيا في شهر يونيو. لكن الحقيقة احنا عارفين هو هيكون موجود امتى، الكلام ده كله غلط غير صحيح بالمرة. لكن احتراما لطبعا الجهاز الفني لمنتخب مصر، مش هنعلن امتى هيكون انضم سام مرسي، وهنسيب الجهاز الفني للمنتخب هو اللي يعلن موعد انضمام سام مرسي. لكن اللي نقدر نأكد عليه انه سام مرسي بالفعل هيكون موجود قريب جدا مع منتخب مصر الاول. اهلا بك يا استاذ مرسي معانا في برنامج ذا سكاوت. اهلا وسهلا بشبابنا. اهلا بحضرتك، وطبعا احنا بنهني حضرتك طبعا في البدايه عن اداء سامي مع فريق ويجن، وان شاء الله قريب ان شاء الله يكون مع منتخب مصر باذن الله. الله يخليكم، ان شاء الله ربنا يقدرنا ويقدركم لفعل الخير. استاذ مرسي، طبعا زي ما حضرتك عارف يمكن احنا عملنا في الحلقه قبل اللي فاتت مداخله مع سام في البرنامج، وفي نفس الوقت تواصلنا مع الجهاز الفني ومنتخب مصر، وقدرنا ان احنا نعمل زياره للمدرب هيكتور كوبر ومساعده محمود فايز علشان خاطر يقابلوا سام مرسي وحضرتك. احكي لنا ايه اللي دار في اللقاء ما بين حضرتك وهيكتور كوبر ومحمود فايز. اولا يعني في بدايه الحديث احب اني اشكرك شخصيا لسيدي أحمد طبعا بهذا اللقاء، وبعدي وأشكرك على الاجتهادات العظيمة اللي أنت قدمتها لنا وقدمت لأبنائنا في الخارج، وخصوصا سامي من عندي ومن عندي سامي لحضرتك. صدقني احنا يعني دايما بنحاول ان احنا نشوف اللعيبة المميزة اللي ممكن فعلا تفيد المنتخب المصري، وده واجب علينا ان احنا نسعى لده، وصدقني سام ولد ممتاز واعتقد هيكون إضافة ان شاء الله للمنتخب مصر. يعني طبعا وفقنا الله ان احنا نقابل مستر كوبر شخصيا والمساعد بتاعه الاستاذ محمود فايز، شخصيتين عظيمتين، ومستر كوبر انسان متواضع، والاستاذ طبعا محمود فايز نفس الشيء. فابني الكبير كان طبعا كان معاه برضه في المقابله. مستر كوبر لحس ان هو ما كانش مدرب بس في المقابله، ولكن حسيت فيه ان هو في الروح الابويه والحب. كنت انا بصراحه وباختصار كنت براقب نظرات مستر كوبا، حسيت ان هو معجب بابني، ان هو مصري وان هو رياضي وان هو ممكن يلعب في النادي. الراجل ده في نظري شخصيا انه راجل عظيم، فيعني انا ارتحت له وابني ارتاح له، وحسينا ان احنا لو ربنا قدرنا
وشرفناكم في تمثيل مصر ان ابناء اولادنا في سلام مع هذا الرجل ان شاء الله. ان شاء الله. طب اخيرا استاذ مرسي بالنسبه للاوراق حضرتك المرحله الجايه مرحله الاوراق فحضرتك اللي هتبقى يعني مسؤول عنها بشكل كبير مع الاداري في المنتخب المصري، فباختصار شديد الاوراق الموجوده حاليا مع حضرتك ايه؟ انا والله انا عندي طبعا باسبور انجليزي وعندي اي دي يعني شهاده قوميه من مصر، وسهل جدا ان انا استخرج الباسبور المصري. تمام، يعني حضرتك معاك البطاقه الرقم القومي المصري. برافو عليك، عندي دي ان شاء الله. تمام، وعندي اللي وانا يعني زي الجنسيتين، مصري طبعا اولا واخيرا وبريطاني ثانيا ان شاء الله. تمام، وحضرتك اتفقت مع الجهاز الفني من كابتن محمود فايز وهيكتور كوبر ان هتشوفوا الاوراق يخلصوها في الايام القادمه تمهيدا طبعا لضم سام ان شاء الله للمنتخب. ان شاء الله. هو يعني صارحا ان ما فيش دعوة رسمية بعد. طبعا لانه لازم الاول تخلص الاوراق. ولكن ابدا اجابه بابني وقال اني خلاص هو مهمتي انتهت دلوقتي مؤقتا لغاية ما الجهاز الفني الاداري في مصر يقوموا بالاعمال وهم هيكونوا على اتصال بنا ان شاء الله، وكلنا هنقف ورا اولادنا المصريين اللي بيمثلوا مصر في جميع انحاء العالم في اي هو من الرياض ان شاء الله، ما دام احنا مصريين كلهم اولادنا في مصر ان شاء الله. اكيد اكيد، وانا بشكر حضرتك جزيلا على مداخلتك معنا النهارده، وان شاء الله يكون في مداخلات اخرى ان شاء الله في الحلقات القادمه، ونتواصل دايما مع بعض. وكل التوفيق للدائم ان شاء الله. الله يخليك، وقبل ما اخلص سلمني على حبيبتي مصر. ان شاء الله، شكرا جزيلا لحضرتك، شكرا جزيلا. زي ما اشدت بيه في اول حلقه من حلقات ذا سكاوت وقلت ان من وجهه نظري الشخصيه هيكون مهاجم منتخب مصر الاول في الفتره القادمه، لازم كمان ننتقده لما مستواه ينزل. كلام النهارده عن احمد حسن كوكا اللي قلنا في اول حلقه من حلقات ذا سكاوت انه ارقامه مميزه جدا مع سبورتنج براغا، وانه في مسيرته الاحترافيه لو فضل بنفس المستوى وبنفس الارقام ممكن يتفوق على احمد حسام ميدو ولاعبين اخرين زي عمرو زكي على سبيل المثال. لكن الحقيقه انه احمد حسن كوكا في علامات استفهام كتيره جدا حول ادائه في الفتره الاخيره، خصوصا بعد رجوعه من معسكر منتخب مصر ومواجهه طبعا منتخب نيجيريا. في خلال شهر كامل او اكتر من شهر احمد حسن كوكا ما سجلش غير هدف واحد فقط في الدوري البرتغالي مع سبورتنج براغا، وكان امام الفريق المتزايل لجدول الترتيب وهو فريق تونديلا. فلازم نحاول ان احنا نلفت انتباه احمد حسن كوكا، وياريت احمد حسن كوكا يركز علشان هو فعلا مهاجم قوي جدا وعنده ثقه كبيره جدا في امكانياته. مش كل حاجه تسمعها تصدقها، ومع الإعلام المصري أحب أقولك كمان إن مش كل حاجة تشوفها أو تقراها ممكن تصدقها. كلام كتير اتقال في الأسبوعين الأخيرين أو العشرة أيام الأخيرة عن وجود اتنين لعيبة من أصول مصرية في إيطاليا، أحدهم كان اتقال إنه بيلعب في ناشئي نادي روما، والآخر اتقال إنه بيلعب أو انضم لمنتخب إيطاليا تحت 17 سنة. قبل ما أعقب على الكلام ده أو أوضح حقيقة المواضيع دي، حابب بس أكد نقطة مهمة جدا. يمكن فكرة ذا سكاوتينج أو برنامج ذا سكاوت دي مش ملكي لوحدي، دي فكرة تيم كامل، أحمد أحمدي، هشام عطا، أحمد زكي، وسيم أحمد. يعني الناس دي اشتغلت بقالها سنين بتشتغل على إزاي تجيب لعيبة موجودة برة بعد مجهود كبير جدا بيبذل وبحث كبير جدا على مواقع الإنترنت وعلاقات وشبكة علاقات كبيرة جدا في مصر وخارج مصر. فمش اي حاجه ممكن حد يبعتها لنا او حد يقول لنا انه في لعيب بيلعب في مكان فلاني بنصدقها، لازم بيكون في بحث دقيق وبنقدر ان احنا نتابع بشكل دقيق كل ما يخص اللاعبين المحترفين قبل ما نعلن ده للساده المشاهدين. ارجع بقى تاني مره تانيه عن كلامي عن الاثنين لعيبه اللي اتنشرت اخبارهم في الايام الاخيره. اللاعب الاول وهو كريم خالد اللي اتقال انه بيلعب في ناشئ نادي روما. الحقيقه انه مفيش لاعب باسم كريم خالد بيلعب في ناشئ نادي روما. كريم خالد هو لاعب من اصول مصريه موجود بالفعل في مدينه روما، ولكن مش في نادي اس روما. بيلعب في احد انديه الهواه، النادي بتاعه داخل مدينه روما. يمكن اللي حصل ان الولد تصور بيت سويتشيرت نادي روما وتصور مع محمد صلاح، والمواقع ابتدت تاخد الصور دي وتنشرها على اساس ان هو لاعب في نادي اس روما.
وسائل اعلام كتير ومواقع كتير جدا اتكلمت عن كريم خالد بصفته لاعب في ناشئي ايس روما، لدرجه كمان انه عمل مداخله هاتفيه مع برنامج طبعا الكره مع الحياه مع كابتن حازم امام، واتكلم عن ان هو بيلعب في ناشئي ايس روما. طبعا يعني يمكن دي غلط كبير جدا من مش هلوم على كابتن حازم امام لان مش غلطته، ولكن هي على الاقل غلطه فريق الاعداد في البرنامج اللي مشي ورا بعض المواقع او الصفحات على فيسبوك وروج لفكره دون قصد ان فكره ان في لاعب مصري بيلعب في صفوف روما هو طبعا شيء غير صحيح. الغريب ان لو اي حد تعب بس نفسه شويه وقرر انه يدخل على موقع نادي ايس روما مش هلاقي اسم ولد موجود في اي فريق من فرق الناشئين. مش بس كده، ده حتى صور اللاعب نفسه الموجوده على الانترنت ما فيهاش صوره واحده بقميص نادي روما. اللاعب الثاني اللي اتكتب عنه كتير في الايام الاخيره هو محمد امين شاكر، واللي اتقال انه انضم لمنتخب ايطاليا تحت 17 سنه، والحقيقه انه برضو الخبر ده غير صحيح، ومواقع كتير جدا للاسف ومواقع كبيره كتبت الكلام ده دون التاكد منه. محمد امين شاكر بيلعب في نادي تشيري الايطالي وهو احد انديه الدرجه الثالثه، وهو انضم فيه على فكره في اوروبا وفي ايطاليا وفي اوروبا عموما بيكون في كده زي منتخبات المقاطعات، ده شيء منتشر جدا في اوروبا، فهو انضم لاحد منتخبات ايطاليا للمقاطعات او المناطق، لكن مش منتخب ايطاليا تحت 17 سنه اللي هو لو وصل لكاس العالم ممكن نشوفه بيلعب في كاس العالم تحت 17 سنه. كلام زي ما قلنا الكلام ده غير صحيح على الاطلاق، وبالتالي الكلام عن لاعب نادي روما كلام عن لاعب انضم لمنتخب ايطاليا كله عاري تماما من الصحه. من الاخبار الجميله اللي طبعا سمعناها هذا الاسبوع هو طبعا خبر انضمام او موافقه نادي الزمالك على انتقال عمر جابر لاعب الفريق لنادي بازل السويسري، والحقيقه ده خبر جميل جدا اسعدني شخصيا، وان كنت يعني مش واثق بشكل كبير في قدره عمر جابر على ان هو يحقق نجاحات كبيره في اوروبا زي محمد صلاح او محمد النني، وده مش تقليلا من امكانيات عمر جابر، بالعكس انا شخصيا مؤمن جدا بامكانياته، ولكن لاني مؤمن الى حد ما بان التجارب الناجحه دايما للاعبتنا المصريين بتكون تجارب اللاعبين اللي خرجوا في سن اصغر شويه من السن اللي خرج فيه عمر جابر، وهو سن بدايه من 18 سنه حتى يمكن حوالي 22 سنه، زي ما شفنا محمد زيدان، شفنا ميدو، اكتر من لاعب دايما كان بيخرج محمد صلاح والنني زي ما بقول خرجوا في سن صغير، وبالتالي قدروا ان هم يحققوا نجاحات كبيره وقدروا يتاقلموا على الاجواء في اوروبا والنظام في اوروبا من سن صغير، عكس ممكن بعض النماذج اللي خرجت في سن اكبر من كده برغم نجوميتهم الكبيره جدا ما قدروش يتاقلموا مع الاجواء في اوروبا. يعني يمكن هذكر على سبيل المثال عمرو زكي واللي يمكن كسر الدنيا في الدوري الانجليزي لكنه سرعان ما وقع على طول بسرعه جدا، كمان لاعب زي احمد حمودي على سبيل المثال اللاعب زي ما احنا شايفين ازاي بيأدي بشكل جميل مع الزمالك، وقبل ما يحترف في بازل شفنا قد ايه كان بيأدي مع سموحه بشكل جميل جدا لكنه برده ما قدرش انه يتأقلم مع اجواء الاحتراف. اتمنى من وجهه نظري الشخصيه انه عمر جابر يكون استثناء ويثبت عكس اللي انا بقوله او عكس توقعاتي، لاني انا زي ما قلت في بدايه كلامي مؤمن جدا بامكانيات عمر جابر وبتمنى له طبعا كل التوفيق، وزي ما قلت خبر جميل جدا نتمنى كل التوفيق لعمر جابر. بما ان الكلام زي ما قلت كان كتير الفتره الاخيره او في العشر ايام الاخيره عن وجود لاعبين مصريين من اصول مصريه موجودين في ايطاليا، فتعالوا بقى النهارده اكلمكم عن اهم محترف من اصول مصريه موجود في ايطاليا، وهو اللاعب امير محروس لاعب نادي جنوا الايطالي. يمكن من حوالي سنة كاملة كتبت مقال على موقع في الجول وتسألت في المقال ده هل نلحق بالشعراوي الجديد، لكن تقريبا كنت بقدم في مالطا. الحقيقة أمير محروس هو لاعب عنده 18 سنة من أب مصري ومن أم إيطالية، وهو بيعتبر زي ما قلت في بداية كلامي أهم محترف في الوقت الحالي من أصول مصرية موجود في إيطاليا، وبالمناسبة هو ما يقربش لستيفان شعراوي. يمكن هو في طبعا زي علاقة صداقة قوية ما بين والد ستيفان وبين والد أمير، الاثنين عاشوا مع بعض في إيطاليا أو يعرفوا بعض في إيطاليا من فترة طويلة جدا، والاثنين من سكان نفس المدينة وهي مدينة سافونا الإيطالية، ده توضيحا للناس اللي بتقول إن هو وستيفان أقارب. نرجع بقى لأمير، الحقيقة أنه أمير زي ما قلت بيلعب في نادي جنوا وبيلعب في مركز الباك ليفت والوينج ليفت. الولد
ما شاء الله عليه، ولد كويس جدا، يمكن من حوالي سنه ونص جبته للانضمام عشان ينضم لمنتخب مصر للناشئين مع الدكتور جمال محمد علي، والحقيقه اشاد بمستواه، لكنه جربه في بطوله وديه في المغرب، لكن قبل ما يستدعي اللاعب علشان يشارك بشكل رسمي في المباريات الرسميه او في تصفيات كاس الامم الافريقيه للناشئين، منتخب مصر ودع التصفيات، وبالتالي امير محروس ما انضمش للمنتخب بشكل رسمي. ومن الوقت ده الحقيقه يمكن ما حدش خالص بيتابع من المسؤولين في مصر بيتابع امير محروس، بالرغم ان هو يقدر يلعب لمنتخب مصر اللي بيقوده طبعا الكابتن معتمد جمال. من بعد لما انضم امير لمعسكر منتخب مصر اللي حكيت لكم عنه مع دكتور جمال محمد علي، الحقيقه الولد ماشي بشكل كويس جدا مع جنوة، وفي بدايه هذا الموسم الولد يمكن تم تصعيده للفريق الاول من قبل جاسبريني المدير الفني للفريق الاول لنادي جنوة، قرر انه يصعد امير محروس لمعسكر الفريق اللي اقيم قبل بدايه الموسم، واللاعب خاض اكتر من مباراه وديه مع الفريق الاول وظهر بشكل كويس جدا، لدرجه ان في صحف كتيره جدا اتكلمت عنه، منهم الصحف اللي قالت انه ادى بشكل كويس جدا وصنع اكتر من فرصه لزملائه في احد المباريات الوديه، ومنهم الصحف اللي قالت انه كمان مش بس بيجيد في الجانب الايسر لكنه كمان بيجيد في الجانب الايمن، ده لان جاسبريني جربه في احد المباريات الوديه على الجانب اليمين علشان يدخل لداخل الملعب برجله الشمال، وادى كمان في المركز ده بشكل اكتر من رائع. الجديد كمان عندنا النهارده واللي بنقول اول مره انه جاسبريني قرر بالفعل او اعلن ضم امير محروس للمعسكر اللي هيقام في قبل بدايه الموسم القادم في النمسا برضه للفريق الاول علشان ينضم للموسم الثاني على التوالي لمعسكر اعداد الفريق الاول لنادي جنوة. امير محروس بيلعب مع الفريق الثاني في نادي جنوة اللي هو البريمافيرا الفريق الثاني، طبعا هو زي ما قلت بيلعب في الجانب الايسر، والحقيقه انه هذا الموسم مع الفريق الثاني قدر انه يصنع 9 اهداف لزملائه، لانه بيجيد بشكل كبير الكرات العرضيه من الجانب الايسر او حتى زي ما قلت من الجانب الايمن، كمان سجل 2 مع البريمافيرا، كمان شارك مع فريق البريمافيرا في بطوله اسمها الفياريجو، ودي بطوله بيشارك فيها يمكن فرق من كل دول العالم، شارك فيها هذا العام فريق جنوة بمشاركة امير، والحقيقه ان هم تصدروا مجموعتهم ب9 نقاط لكنهم خرجوا من دور الثمانيه في بطوله الفياريجو امام نادي باليرمو بعد ما الحكم ظلمهم، كان ظالم جدا في هذه المباراه، يمكن احتسب ركلتين جزاء لباليرمو ولغى 2 صحيحين لنادي جنوة، وبالتالي اقدر اقول ان امير محروس قدم موسم هايل جدا هذا الموسم مع طبعا نادي جنوة، واتمنى ان اشوفه الفتره القادمه مع كابتن معتمد جمال لانه بالفعل يستحق الانضمام لمنتخب مصر، خصوصا زي ما قلت في بدايه كلامي انه تصعد للفريق الاول لجنوة، وكمان الموسم القادم هيكون كمان مره ثانيه موجود في فتره الاعداد مع الفريق الاول.